أبطال تالتة ثانوي، أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. معاكم مصطفى من أكاديمية غرناطة. إن شاء الله هنكمل منهج الأحياء، هنكمل رحلة المناعة. هنتكلم عن مناعة الإنسان. هو الجهاز المناعي في الإنسان كجهاز مختلف عن باقي الأجهزة، بمعنى إنه مش وحدة واحدة، يعني أجزاؤه مش زي أجزاء الجهاز الهضمي أو التنفسي في نفس المكان. لا، في منه أجزاء عند الجهاز الهضمي وأجزاء عند الجهاز الهيكلي وغيره. بس رغم الغربة دي كلها، هما كلهم بينهم روح الفريق الواحد لحماية الجسم. واختلاف تاني إنه بيعتمد في عمله على أعضاء وخلايا مع بعض، مش أعضاء بس أو خلايا بس. بس اتفاق إن الجهاز المناعي زي المسلسل، ما بيوضحش كامل غير في آخر حلقة. فبالتالي لو لا قدر الله واجهتكم أي صعوبة، ان شاء الله في خلال الحلقات الجاية هنحاول نوضح اكتر واكتر، وهتفهموا اكتر معانا بإذن الله. نبدأ بيه كتشريح. الجهاز المناعي بينقسم الى اعضاء ليمفاوية، واسمها كده لان بيها اعداد كبيرة من الخلايا الليمفاوية، وهنعرف كل ده بالتفصيل. تاني حاجة خلايا ليمفاوية. تالت حاجة خلايا دم بيضاء. نبدأ بواحد، الاعضاء الليمفاوية. ايه هي؟ أول عضو معانا هو نخاع العظام الأحمر، وده عميل ثلاثي، بمعنى إنه مشترك في 3 أجهزة مختلفة. الجهاز الدوري لأنه بينتج الخلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية، وبيشترك في الجهاز الهيكلي لأنه داخل العظم أصلا، وبيشترك في الجهاز الليمفاوي عشان هو المصنع والحاضن للخلايا الليمفاوية اللي بينتجها وبتنضج فيها. طيب النخاع دوت موجود فين؟ موجود في تجاويف العظام المسطحة. هتقولي فين العظام المسطحة؟ أقولك زي الترقوة اللي خدناها في الباب الأول، وزي عظمة القص، وزي عظام الجمجمة، وأطراف العظام الطويلة زي عظمة الفخذ والعضد والساعد، وكل العظم ده خدناه في الباب الأول. تاني عضو، وده بيتبع جهاز الغدد الصماء في الأصل، هو الغدة التيموثية. وده عضو إيجابي جدا، بيحب يشجع نفسه بنفسه، بمعنى هي غدة يبقى بتفرز هرمون، وهو هرمون التيموسين، ودوت بيحفز نضج وتميز الخلايا الليمفاوية الجذعية اللي هي ما بيبقاش ليها أي قدرة مناعية، للخلايا التائية اللي هنعرفها بعد كده إن شاء الله، وتميزها اللي هي الخلايا التائية اللي أنواعها المختلفة وهنعرفها، اللي هي المساعدة والقاتلة والمثبطة. طب مكانها فين الغدة التيموسية؟ مكانها بالظبط على القصب الهوائية خلف عظمة القص أعلى القلب. رقم 3 الطحال، وده عضو دموي مش مرعب، لأ دموي، يعني تكوينه الأكبر من حظ الدم، وده يعد الريسايكل بن كده. عارفين قائمة أو عارفين سلة المهملات بتاعة الكمبيوتر؟ هو الطحال دوت يعتبر الريسايكل بن بتاع الجسم. أي خلايا ميتة، خلايا على المعاش، كبرت، ميكروبات، ماشي، أجسام غريبة، ما يقولش لأ، بيفتتها لمكوناتها الأولية ويرجعها تاني للدم على هيئة فكة يستفاد بيها. وده بفضل إنه بيتكون من عدد كبير من الخلايا البيضاء اسمها الخلايا البلعمية. علشان كده في سؤال، ليه الطحال بيحتوي على نسبة عالية من الحديد؟ ببساطة لأنه لما بيفتت خلايا الدم الحمراء العجوزة، فهي من تركيبتها الأولية الحديد. رابع عضو معانا هي اللوزتين. مفيش ناحيتهم كلام غير إنهم فلتر للهواء والأكل وبس. طب هي مهمة ليه بنستغنى عنها وإحنا أطفال يعني؟ أولا لأن الميكروبات لما بتدخل بتزيد عليها، فلما الميكروبات تزيد عليها جدا ده بيؤدي لأن هي يحصل فيها التهاب، وبالتالي الالتهاب بيولد حاجة اسمها صديد، وبتبقى خطر على الجسم أكتر من فايدتها. طب أنا جسمي ما بيتأثرش لما أشيلها؟ ببساطة لأ، أو على الأقل مش قوي، لأن في أعضاء تانية أقوى بكتير وبتقوم بنفس العمل، بس في حالات فعلا بتتأثر باستئصالها. خامس حاجة معانا وهي بقع باير، ودي عقد صغيرة من خلايا ليمفاوية موجودة في الغشاء المخاطي للأمعاء.
في الجزء السفلي بس، يعني الامعاء الدقيقه بيبقى فيها جزء علوي اللي هو بعد المعده وجزء سفلي، هي في الجزء السفلي. قوذيفه لغايه دلوقتي لسه مش كامله، يعني محدش عارف بتعمل ايه، بس مؤقتا نعتبرها بتنقي الطعام. يعني سادس عضو معانا وهو اكبر عضو، وهو هي العقده الليمفاويه، مش اكبر كحجم ولكن اكتر عضو منتشر في الجسم، لانه بيكون موجود على طول الجسم كشبكه تحت الابطين وعلى جانبي العنق واعلى الفخذ، وبيحيط بالاعضاء الداخليه كمان. كل ده والعقده لا تتعدى بذره الفول الصغيره، بس احنا بنحسب التوتل بتاع العقد. ومن منطلق يوضع سره في اضعف خلقه، العقد ديت بتحتوي على جيوب او حوافظ مليانه خلايا ليمفاويه، سواء بائية أو تائية أو بلعمية كبيرة، ودي هنشرح كل واحدة بالتفصيل في الأوقات الجاية يعني. وأنواع تانية كده من خلايا الدم البيضاء. كل المجموعة دي وظيفتها تنقي الدم والليمف من السموم والميكروبات. خلصنا الأعضاء، اتبقى الخلايا، والخلايا دي نقدر نشبهها بالظبط بالعامل المطحون اللي الأعضاء بتمن عليه لأنها بتكونه وتكبره، إنما كمناعة اللي بيحمي فعليا هو الخلايا. الخلايا الليمفاوية هي جزء من خلايا الدم البيضاء، حوالي من 20 لـ 30% من خلايا الدم البيضاء. زي ما قلنا بتتكون في نخاع العظام الأحمر، وكطبيعة أي حاجة في الكون بتبدأ صغيرة وبلا أي فايدة لحد ما توصل لحالة من النضج. الخلايا الليمفاوية بتفضل بلا أي دور مناعي أو شكل حتى لحد ما تكبر وعودها يشد في الأعضاء الليمفاوية، وساعتها نقدر نميزها حسب الشكل والوظيفة. طيب لما بيكبروا بيبقوا إيه؟ بيبقوا خلايا بائية، خلايا تائية، خلايا قاتلة طبيعية أو natural killer. يبقى واحدة واحدة، الأم لكل الخلايا ديت إيه هي؟ خلايا الدم البيضاء. وكل الخلايا دي زي ما قلنا بتتكون في نخاع العظام، وكلهم ما عدا التائية بينضجوا في نخاع العظام برضو، أما التائية بتنضج في في الغدة التيموسية. طب حجمهم إيه؟ الخلايا البائية بتمثل حوالي من 10 لـ 15% من الخلايا الليمفاوية، أما الخلايا التائية هي الأغلبية تقريبا، بتمثل 80% من الخلايا الليمفاوية. أما النيتشورال كيلر أو القاتلة الطبيعية وهي من 5 لـ 10% من الخلايا الليمفاوية. طيب حسب الوظيفة البائسة بتاعتها دورها إيه؟ دورها تتعرف على الكائن الغريب عشان تقدر تطلع له أجسام مضادة خاصة بيه، وده هنعرفه ازاي بيتم بعدين في الأجزاء الجاية بإذن الله. أما الخلايا التائية وهي بتنقسم إلى خلايا تائية مساعدة، وده منبه لكل الخلايا الجسم الأخرى للاستعداد لمهاجمة الجسم الغريب. الجزء الثاني وهي الخلايا التائية السامة أو التي سي، ودي بتقتل أي ميكروب، أي خلية سرطانية، أي عضو مزروع أو أي خلية مصابة بفيروس. آخر حاجة الخلايا التائية المثبطة أو التي اس، ودي نقدر نصورها بالمقاومة في الفيزياء كده لأنها بتقلل دور الخلايا المهاجمة من الخلايا بائية أو خلايا تائية بعد مهاجمة الكيان الممرض. آخر نوع من الخلايا الليمفاوية وهي القاتلة الطبيعية أو الناتشرال كيلر، ودي زي التي سي بس بتقضي على الخلايا او الميكروبات او الخلايا المصابه بالفيروس او الخلايا السرطانيه من خلال انزيمات بتفرزها. ولاحظوا بس هي موضوع الاعضاء المزروعه ده في التي سي بس. تاني حاجه او تاني تقسيمه معانا من الخلايا خلايا الدم البيضاء هي الخلايا البلعاميه الكبيره، ودي منها نوعين حسب النسيج اللي فيها، يا اما تكون ثابته زي اللي في الطحال او العقد الليمفاويه، او تكون دواره ودي اللي بتكون في الدم. طب دي دورها ايه؟ دي بتمشي تقفش في اي ميكروب، ومش بس كده، هي كمان بتعمل زي قاعدة بيانات لأي ميكروب دخل الجسم بحيث تقدم معلومات عنه للخلايا المتخصصة علشان تجهز أسلحتها المناعية المناسبة زي الأجسام المضادة أو مواد كيميائية معينة. تالت وآخر نوع هي خلايا الدم البيضاء الباقية الأخيرة. احنا قلنا خلايا الدم بيضاء يا اما تكون ليمفاوية يا اما تكون بلعمية كبيرة يا اما تكون اخر نوع معانا بقى، وبتنقسم كيميائيا لخلايا حامضية او قاعدية او متعادلة او وحيدة النواة.
بنفرق بينهم حسب شكل النواة، وبيكون فيهم حبيبات موجودة في السيتوبلازم، بفرق عن طريق لونها. دور الخلايا البيضاء الأخرى ديت إنها تفتت خلايا الكائن الممرض وممكن تبتلعه، وهي بتتخصص للعدوى، خصوصا العدوى البكتيرية. وآخر نوع اللي هي وحيدة النواة ديت تقدر تتحول لخلايا بلعمية في وقت اللزوم لو في قصور في المناعة، والخلايا دي عمرها قصير جدا من ساعات لأيام. وبكده نكون خلصنا جزء المناعة في الإنسان اللي شرحناه النهاردة، قلنا فيه الأعضاء الليمفاوية، قلنا فيه إن الجهاز المناعي بيتكون من أعضاء ليمفاوية وخلايا ليمفاوية وخلايا دم بيضاء أخرى. إيه الأعضاء الليمفاوية اللي خدناها؟ خدنا نخاع العظام، الغدة التيموسية، الطحال، اللوزتين، بقع بايور، العقد الليمفاوية. الخلايا الليمفاوية اللي خدناها وهي الخلايا البائية والخلايا التائية بأنواعها التلاتة TH أو TC أو TS والخلايا القاتلة الطبيعية. وخدنا الخلايا البلعمية الكبيرة وهي فيه نوعين منها الثابتة والدوارة. وخدنا الخلايا الدم البيضاء وهي الخلايا القاعدية أو الحامضية أو المتعادلة أو وحيدة النواة. بكده نكون خلصنا، ويا رب تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.